طيب هنبدأ إن شاء الله الجزء ده اللي هو يتعلق باستخدام الـ ET في إن أنا أعمل detection للـ problems من خلال الـ SM. يبقى أنا بوصل الـ ET عشان أقدر أستغل التكنولوجيا إنها تساعدني في إن أنا أكتشف المشاكل اللي موجودة في الـ في الانجن اللي عندي. وزي ما اتكلمنا على الترابل شوتينج هنقول كان عندي فيه نوعين، في عندي دياجنوستيك بروبلم، وفي عندي في ايفنت كود، في اكتف كود، في لوكد كود. وعرفنا ايه الفرق بين الاكتف كود واللوكد كود. برضو اتكلمنا على دياجنوستيك اللي هيديني المشكله، هتكون عندي في مشكله كهربيه فبيجي لي عندي المشكله عن طريق الوصلات بتاعتي او التوصيلات، يا اما اوبن سيركت يا اما كلوز سيركت. يعني كلوز سيركت اللي هي تعتبر اللي بنسميها ايه، شورت سيركت بالظبط. طيب بقدر استخدم من خلال الاي تي ان انا اقدر اشوف ايه الاكتف كود عن طريق ان انا بدخل الدياجنوستيك، وساعتها من دياجنوستيك بروح ايه اختار، هيطلع لي حاجتين يا اما اكتف كود يا اما لوكد كود. فبختار انت كنت عايز اكتف كود، وهنفكر ان الاكتف كود هي عباره عن مشكله ميكانيكيه ما زالت موجوده، يمكن تاثر على تشغيل المكنه ويمكن ما تاثرش على تشغيل المكنه. اما اللوكد كود هي مشكله ربما تكون اتحلت ولكن ما زالت ريكوردد على الاي سي ام. طيب نيجي نبص عند هنا الوصلات بتاعتي بتاعت الاي تي، ازاي بوصل الاي تي. ادي الوصله بتاعتي اللابتوب عليه البرنامج، وبعد كده عندي ادابتر وعندي الكونكشنز بتاعتي بتاعت الادابتر وبتاعت الاي سي ام، وبوصل الاثنين مع بعض. ومحتاج اعمل سويتش اون، زي ما اتكلمنا لازم الاي سي ام يكون عليه مينيمم 8 فولت دي سي. هنقول عندي الاي تي كوميونيكيشن مع الاي سي ام، بقدر من خلاله اعمل ديسبلاي للبارامتر ستيتس، فيو اند كلير دياجنوستكس، فيو ايفنت، فيو اند تشينج كونفيجريشن اوف اي سي ام، بيرفورم دياجنوستيك تيست، بيرفورم كاليبريشن. دي مجموعه الحاجات اللي اقدر اعملها من خلال الاي تي على اساس ان انا اعرف ايه الترابل شوتنج الموجوده عندي على الايه الانجن. طيب هنا عندي بنقول الاي تي هي اختصار للالكترونيك تكنيشن، اللي هو بنسميها الترجمه بتاعتها المشخص الالكتروني، اللي هي الالكترونيك تكنيشن. طيب هنشوف عندي هنا، هلاقي عندي تول بار، ادي التول بار اللي عندي. في عندي هنا يعتبر تول بار عليه الايقونات جاهزة مباشرة على طول، وفي عندي تول بار فوق هتلاقي 7 ايقونة تانية. عندي هنا فوق هبدأ من التول بار اللي فوق الفايل والفيو والدياجنوستكس والانفورميشن والسيرفيس واليوتيليتيز والتول وهيلب. بعد كده باجي تحت بقى الاقي في البرنت وبرنت اوت، وفي عندي بعض الحاجات اللي هم الايقونات اللي موجوده عندي دي. زي ما انت شايف هلاقي، بص عندي حاجه، اول حاجه عندي هتقابلني هلاقي عندي ايه الستيتس تول، ده من خلالها بقدر اعرف الايه البارامترز اللي المكنه شغاله عليها. بلاقي بعد كده الاكتف كود، بلاقي عندي الاكتف كود. طيب بلاقي عندي هنا زي كلامب كده، كلامب ميتر، وواحد بيكتب عليه بايد بتكتب عليه، وده بنسميه اللوجد كود. طيب بعد كده هلاقي اللوجد ايفنت، هلاقي عندي الاي سي ام سمري. طيب هلاقي بعد كده عندي الكونفيجريشن تول، بعد كده يظهر لي الكونكتنج بلاجز اذا كانت متصله او غير متصله، الانيبل ترينر، بعد كده الفلاش ميموري. دي المجموعة الحاجات اللي هم هيهموك في اللابتوب. تقدر حضرتك من خلال الايقونات دي انك تدخل مباشر على الايه الاوبشن اللي انت عايزه.
يعني انا عايز اجيب الاكتف كود، يعني ان جيت تشغل المكنه فالمكنه مش عايزه تشتغل، بروح عامل الاول اتاكد ان البطاريات موديه كهرباء لمين، للاس ام 8 فولت مينيمم 8 فولت دي سي. هاجي على الاكتف كود دهوت واروح جاي داخل عليه واروح مد انتر، هيديني بقى الاكتف كود، يقول لي الاكتف كود ايه، ايه الاكتف كود اللي انا عايزه. طيب ما انا ممكن برضه اجيب الاكتف كود ان انا اجي على الدياجنوستيك اللي فوق ده دي واروح داخل على الدياجنوستيك، هيظهر لي بعض الحاجات كده يقول لي انت عايز اكتف كود ولا لوكد كود ولا عايز ايه ولا الدياجنوستيك تيست ولا عايز ايه بالظبط. ابدا اشوف انا محتاج ايه الاوبشن اللي انا محتاجها واروح داخل عليها. طيب انا عايز اعرف مثلا ضغط الزيت، او عايز اعرف الديزل، او عايز اعرف الانليت اير كام والاوتليت اير كام، السناسر اللي اتكلمنا عليها امبارح. طيب انا عايز اعرف حاجه من دي، اروح داخل مباشر على طول من الستيتس. طب ما انا ممكن ادخل على الانفورميشن والاقي فيها الستيتس، ماشي. طيب انا راجل اسهل لي لو انت معاك ديت السلايد ده، حضرتك تقدر تجيب كل اللي انت عايزه بدون ما تخش على حاجه وتدور على حاجه. انت عندك هنا الستيتس تول هيدي لك كل البارامترز اللي شغاله بيها المكنه اللي انت عايزها. طيب انا عايز اجيب الاكتف كود، هروح داخل على الايقونه بتاع الاكتف كود. عايز اللوكد كود، هدخل على الايقونه اللوكد ايفنت، هدخل عليها تمام. الاي سي ام سمري، هروح داخل على الايقونه بتاعته، وبعد كده هلاقي الكونفيجريشن تول، يعني امتى حصل كونفيجريشن ومين اللي عمل الكونفيجريشن تمام. ملخص الاي سي ام سمري بتاعي اللي هو الملخص بتاع الاي سي ام. طيب الكونكتنج بلاج، لو انا جيت لقيت الفلاش فايل كل اللمبات منوره مش لمبه الباور بس، يعني معنى كده ان في الادابتر لقيت اللمبات كلها منوره، يعني الفلاش فايل كده مش موجود. طيب انا جيت اشغل اللاب فببص لقيت مش متوصل، اروح داخل على الكونكتنج واشوف اذا كان كونكت ولا ديسكونكت. انيبل ترينر، طيب الفلاش ميموري، عايز اعرف الفلاش ميموري بتاعي، اروح داخل على الفلاش ميموري. لو عايز، لو في عندي باسورد بتاعه وعندي الامكانيه مسموح لي ان انا اغير بارامتر فيه، اوكي ماشي اغير، ما عنديش خلاص. يبقى دي بعض الحاجات اللي عندي اللي انا هقدر اشتغل عليها، وده هيلخص لي بقى الايه الجدول اللي احنا هنشتغل فيه، يعني ده بيديني كل الاوبشنز اللي انا عايزها. في عندي بقى ان انا ادخل على الفايل واجيب بعض الحاجات هنشوفها دلوقتي، وفي عندي يعني انا عندي دلوقتي الاوبشنز حوالي 9 اوبشن بقدر اعملهم هنا من خلال الايه التول بار ده، الايقونات اللي منفصله دي. لكن لما في بعض الحاجات مش موجوده عندي هنا، هقدر اجيبها منين؟ من التول بار اللي فوق اللي هو الفايل والفيو والدياجنوستيك والانفورميشن والسيرفيس واليوتيليتيز والتول والهيلب. طيب هنبص على الجدول ده، هبص الاقي عندي هنا لو انا دخلت على الفايل هشوف انا محتاج ايه اعمله من الايه من الـ من البرنامج عشان هشغل. اول حاجه لو انا دخلت على الفايل ورايح جيت كليك على اوبن، هيظهر لي ايه جنبه؟ هيظهر لي الاس ام ريبليسمنت، يعني اتغير امتى، الفليت كونفيجريشن فايل، مين اللي عامل الكونفيجريشن، ناس من عندنا من الاي دي سي ولا ناس من المانتراك، الداتا لوك فايل، السناب شوت فايل، الريبورت فايل. يبقى هيديني الخمسه بارامتر دولت، سواء كان الاس ام ريبليسمنت او الفليت كونفيجريشن فايل او الداتا لوك فايل او السناب شوت فايل او الريبورت فايل، ده من ناحيه اوبن. طيب اكسبورت لو عايز حاجه، او ديسكونكت لو عايز خلاص خلصت الشغل وعايز افصل، سويتش داتا لينك، سيلكت اس ام لو انا عندي زي ما شفنا في عندي 2 اس ام على بعض المكن، احيانا في مكن بيبقى موجود في اماكن يعني كريتيكال شويه، فبيبقى حاطط عليه 2 اس ام، واحد باك اب للتاني، لان ما ينفعش ان المكنه تبطل، فبروح حاطط 2 اس ام ومتصلين مع بعض وبينهم دايتس واقدر استخدمهم، واحد باك اب للتاني. طيب برنت سيت اب او برنت بريفيو قبل ما اطبع الريبورت بتاعي، بشوف البرنت بريفيو وبعدين ادي برنت كليك. لو انا عندي فايل ومجمع فيه المعلومات بقول برنت تو فايل، طيب اول اكزت. عندي التول بار
هنا الايقونه دي التول بار ايكون، ودي بيقول لي والله لو انت عايز حاجه لارج ولا سمول ولا يعني ميديوم. الكاستمر بتاعي بيقول انت عايز التول بار ولا الفانكشن كيس، يعني انت عايز التول بار ولا الفانكشن كيس. بعد كده هاجي بقى عندي ابص على ايه، على الدياجنوستيك. حضرتك محتاج ايه من الدياجنوستيك؟ انا محتاج حاجه، محتاج اعرف المكنه عايزه تشتغل او المكنه بقى شغاله مش عايزه تشتغل. فانا عايز اعرف لو عندي مكنه واللابتوب هنا بيستخدم يا جماعه مع المكن اللي هو عليه اس ام، يعني المكن الايوي سواء كان بي او سي، او الستوميات اللي هي برضو عليها اس ام، او السي 15 او السي 18 او السي 13، اي مكنه عليها اس ام اقدر استخدم معاها اللابتوب، هلاقي البرنامج عليه مجموعه. بس انا عشان ادخل على اي مكنه بحدد البرنامج. طيب ليه؟ لان انا ممكن يكون عندي 2 اس ام كل واحد له بارت نمبر، فعلشان ادخل لازم ايه؟ اسجل الرقم بتاع الاس ام، الاي دي بتاع الاس ام عشان احدد هنشتغل على مين. طيب لازم احط عشان افتح البرنامج، انا عندي برنامج للمكنه مثلا اندستريال 3406، عندي 3408، عندي مكنه بيك، عندي مكنه 3512 بي، او 3512 سي، او 3516 بي او سي، كل حاجه. فهتلاقي في عندي الارنجمنت نمبر بتاع المكنه، هلاقي عندي السيريال نمبر، هلاقي الاي دي نمبر. فلازم احط المجموعه دي، لازم اعرف البيرسونال مديول ديت او البيرسونال مديول البيرسونال مديول ديت او البيرسونال مديول مانفاكشر. دول حاجات بعض البارامترز لازم اسجلها على على اللابتوب عشان يفتح البرنامج بتاع المعده اللي انا عايزها. ليه؟ لان بعض الاحيان بيبقى عندي مكن موجوده على تراك وعليه البرنامج. فانا يعني مثلا انا ممكن اخش على تراك 909 مثلا 959 وعليه مكنه، واقدر اختار المكنه بتاع التراك واشغل على اللابتوب واعرف البرامج بتاعتي. طيب ممكن اخش على ترانزميشن مثلا 3 سبعات جي بتاع 959 جي، عليه ترانزميشن وعليه كلتش، وعندي التراك برضو عندي البرنامج بتاعي اللي موجود على نفس اللاب. فانا بحدد المكنه عشان اشوف انا هشتغل عليه. طيب هاجي بعد كده ابص على الدياجنوستيك، هجيب ايه من تحت الدياجنوستيك؟ هلاقي عندي فيها اكتف كود، المكنه مش عايزه تشتغل. طب انا في اجازه وعايز اعرف المكنه اللي عندي دي شغاله عملت ايه، بروح داخل على اللوجد دياجنوستيك كود، اعرف هي المكنه عملت ايه، المشاكل اللي عملتها في الفتره اللي انا كنت فيها في البيت. دياجنوستيك تيست، حضرتك في مشكلة عندي في المكنة فعايز أعمل الاختبارات، يعني أنا عندي مكنة بتدخن، فأنا عايز أعرف يا ترى إيه اللي بيدخن في المكنة؟ ما أنا عندي 12 سلندر أو 16 سلندر، في سلندر منهم أو 2 أو 3 أو 4 أيًا كان بيدخن، طب أنا عايز أعرف. في الميكانيكال كنا بنفك البلجة ونشوف بتاعة السلندر هيد، والله لو في سموك طالع هقول لك في الإنجكتور بتاع وش السلندر ده ديفكتيف. طب لو طالع حرارة يبقى عندي البلف بتاعي مش مسيت، مش قاعد كويس، يعني البلف على الفالف سيت مش قاعد كويس. طيب انا ايه التستات اللي اعملها عشان اعرف المشكله اللي عندي نابعه من ايه؟ هيبقى عندي هاجي على الدياجنوستيك تيست، هنقول الانجكتور سولونويد تيست، من خلاله هقدر احدد اذا كان السولونويد بتاع الانجكتور ده بايظ ولا الكومبوننت بتاعت الانجكتور هي اللي بايظه. طيب السيستم ترابل شوتنج، السبيشال تيست، سلندر كتاوت، ان انا باجي اقطع عن سلندر 1 باي 1، بقول له سلندر 1 كتاوت 1 باي 1. طيب الانجكتور بريشر تيست، عايز اعرف البريشر تيست بتاع الانجكتور عندي كام، تمام. طيب الاوفر رايد بارامترز تيست، الاوفر رايد بارامتر تيست، وهنا الاوفر رايد بارامتر تيست لو حضرتك هتعمله ما ينفعش تعمله والمكنه على الحمل. ليه؟ اصل انت كده بتشيل المكنه، بتشيل الكنترول اللي موجود على المكنه، فما ينفعش احط اعمل لها اوفر رايد بلغيها. يعني هقرب لك عشان برضو تبقى واضحه الصوره،
لو انت عندك زي درورك مثلا والدرورك شغال عليه كراون اوماتيك وعنده بلوك كنترول، دول بروتكشن سيستم او سيفر سيستم. طب لو انت عندك الحفار عايز يطلع سريع او ينزل سريع بيلغي البلوك كنترول، يقوم عامل ايه؟ يروح حاطه على الاوفر رايد، يبقى هنا لغى الكنترول. معنى كده برضو انا بعمل اوفر رايد بارامتر تيست، فانا خليت الاوفر رايد لغيته. عندي ويجل تيست. يعني ايه ويجل تيست؟ الويجل تيست اللي هو بيعمله الكهربائي لما يكون في قطع في الهارنس بتاعه شبكه الكهرباء بتاعه المكنه، فالكهربائي بيعمل حاجه اسمها ويجل تيست عشان يحدد القطع فين. صحيح هم معظمهم بيجي يقول لك ايه، نغير الهارنس كلها او يجيب سلك خارجي، وبيلغي بقى ان هو يعمل الويجل تيست. امبلمنت هيدروليك سيرفيس مود، هنا يدخل بقى على الشغل بتاع التراب. تمام. بعد كده هاجي عندي هنا هقول بعد كده عند الايفنت هلاقي ايه موجود تحت الايفنت؟ هلاقي اللوكد ايفنت، الكريتيكال ايفنت، الشيفت كونكت ماتريكس. الثلاث حاجات دولت هلاقيهم تحت الايفنت. طيب دولت الحاجات اللي اقدر اجيبها من تحت الدياجنوستيك. طب لما اجي على الانفورميشن، قال لي في الانفورميشن هاجي هنا اهوت في الانفورميشن اروح ايه داخل على الاف 2 واقوم ايه انتر، يبقى معنى كده هيجيب لي ايه الستاتس بتاعت الحاله بتاعت المكنه اللي انا قلت لك لها ايقونه لوحدها. الستاتس بتاعت المكنه لها ايقونه لوحدها، اقدر من خلال الايقونه دي ان انا ايه اجيب البارامترز اللي المكنه شغاله، ضغط الزيت كام، يعني المكنه شغاله على الايدل او على الران، عايز اعرف ضغط الزيت، ضغط الديزل، انليت اير كام، اتموسفيريك بريشر كام، كل البارامترز اللي انا عايزها اعرفها. بعد كده يبقى انا هجيب الستاتس اف 2، هجيب اس ام سمري، الملخص بتاع الاس ام، يعني هو الاس ام الاي دي بتاعه كام، اتركب امتى، نظامه ايه، كل الحاجات دي. عايز اجيب الكرنت برضو. بعد كده في الكرنت توتالز عايز اجيب هيستوري، ماشي، الهيستوري بتاع المكنه، الباسوردز عايز اعرف الباسوردز، الداتا لوج، الريال تايم جرافينج، الداتا ترانسبورت، السناب شوت، التريب سيجمنتس، التريب هيستوجرام، الكاستمر داتا، التريب ريسيت. انت هيهمك في المجموعه دي كلها اللي انت محتاجه هنا انك انت تجيب تعرف من هنا الستاتس من الانفورميشن ده اللي هيهمك تعرف الستاتس وتعرف الاس ام السمري بتاع الاس ام. طيب انا عايز بعد كده اجي اخش على الايه الكونفج على السيرفيس. طيب عندي السيرفيس هقدر اجيب من خلال السيرفيس، هقول لك تقدر تجيب ايه من خلال السيرفيس. هتجيب عند حضرتك من السيرفيس هجيب الكونفجريشن، يعني ايه التعديل او التطوير اللي حصل للمكنه دي، ده بنسميه الكونفجريشن. طيب كوبي كونفجريشن. تمام. طيب نقول انا عندي كوبي كونفجريشن. طيب من خلال الكوبي كونفجريشن اقدر اجيب الفليت كونفجريشن، مين اللي عمل الكونفجريشن ده، التيم اللي عمل الكونفجريشن مين، الاي سي ام ريبليسمنت، مين اللي غير الاي سي ام ريبليسمنت، يبقى الفليت كونفجريشن الاي سي ام ريبليسمنت. دول تقدر لو انت عايز تعرف انا الكونفجريشن اللي حصل وعايز تعرف مين اللي عمل غير الاي سي ام، ممكن تكون ناس مانتراك، ممكن تكون ناس عندي من الشركه بتاعتي. طيب يبقى انا عندي الفليت كونفجريشن او الاي سي ام ريبليسمنت. بعد كده عندي المونيتورنج سيستم، انا عايز اعرف ايه المونيتورنج سيستم اللي موجود، ما احنا قلنا لازم احط للاي سي ام مونيتورنج سيستم. طيب ايه المونيتورنج سيستم اللي انا عايزه؟ البارامتر لوك اوت، ايه البارامتر اللي مقفوله اللي انا ما اقدرش اغير فيها؟ ما هو في بارامتر، لا كل بارامتر لها باسورد، فانا لما اجي اغير في الباسورد في المونيتورنج سيستم، مونيتورنج سيستم فيها بعض الحاجات هتلاقيها مفتوحه ممكن تغير فيها، وفي بعض الحاجات هتلاقيها مقفوله. طيب انا عايز اعرف ايه البارامتر لوك اوت، ايه البارامترز المقفوله اللي انا ما اقدرش اغير فيها، المينتنس انديكيشن انديكيتور، الاي سي ام ديت والتايم، الكاليبريشن، السيرفيس بروسيدر، درايف ريورد، تيست اس ام مود.
طيب اجي بقى هيهمني هنا اهوت الكاليبريشن، هيهمني الكاليبريشن بتاعي تمام من السيرفيس، عايز اعرف الكاليبريشن. ايه الكاليبريشن اللي انا ممكن اعمله من خلال السيرفيس؟ ايه الكاليبريشن اللي ممكن اعمله من خلال السيرفيس؟ هيبقى عندي حوالي 17 نقطه انا يهمني بعض النقط فيها. يعني هنيجي نقول الكاليبريشن، الانجكتور كود، البريشر سنسور، التايمنج كاليبريشن، المونيتورنج ثروتل بوزيشن، الستيرنج كلتش، البريشر كاليبريشن، ترانزميشن كلتش، انجيجمنت بريشر كاليبريشن، ترانزميشن فيل كلتش، بريك تاتش اب بريشر كاليبريشن، ليفر كاليبريشن، لايف لينكج سنسور كاليبريشن، تيلت لينكج سنسور كاليبريشن، امبلمنت فالف سولونويد كاليبريشن، تورك كونفرت كونفرتر كونفرتر بيدل كاليبريشن، امبلر كلتش سولونويد كاليبريشن، لوك اب كلتش انجيجمنت كاليبريشن. كل الحاجات دي هتلاقي عندي بدايه من الستيرنج كلتش اللي هي رقم 5، المجموعه دي كلها لحد من 5 لحد 17 دي كلها تتعلق بالتراك، تتعلق بالتراك تمام. اما الاربع حاجات اللي انا ممكن اعملهم في المكنه، اللي انا عندي الانجكتور كود، البريشر سنسور، التايمنج كاليبريشن، او المونيتورنج ثروتل بوزيشن، دولت الاربع حاجات اللي انا محتاج اعملهم للمكنه. اما بقيه الحاجات فدي بتبقى للتراكس. طيب نيجي لليوتيليتيز دي، الوين فلاش، البرفيرنس، اللايسنس اي تي، يعني انا جيت شغل اي تي وما اشتغلش، فممكن تكون اللايسنس بتاعته انتهت، ممكن اكون عامل له كراكنج. طيب الكاستمر كونفيجريشن ابلود، دي الحاجات اللي اقدر اخدها من منين؟ من اليوتيليتيز. طيب الكونتنتس، اليوزنج هيد، ترينر، واتس نيوز اباوت نيو تشينجز، وين فلاش، كويك هيلب، اباوت الكترونيك تكنيشن. مجموعه الهيلب دي انا مش هحتاجها قوي. كمان عندي اليوتيليتيز دي هحتاج منها يعني اللايسنس بس، شغاله امتى وهتنتهي امتى، وممكن برضو يعني احتاج اعرف اللايسنس بتاعت الاي تي شغاله لحد كام او هتنتهي امتى. الكاستمر كونفيجريشن ابلودنج برضو، دي الحاجتين الاثنين اللي انا هحتاج اشوفهم من اليوتيليتيز دي. بعد كده عندي السيرفيس طبعا اتكلمنا عليها وشفنا، ممكن احتاج المونيتورنج سيستم، البارامتر لوك اوت، الكاليبريشن. الثلاث حاجات دولت مهمين جدا بالنسبه لي، يبقى الكاليبريشن، المونيتورنج البارامترز اللي هي لوك اوت، المونيتورنج سيستم. عايز تعرف الكونفيجريشن والكاب كونفيجريشن ماشي، ولكن انا بالنسبه لي المونيتورنج سيستم ده يهمني، البارامتر لوك اوت يهمني، الاي سي ام داتا تايم، عندي كل الكاليبريشن هاخد منها الاربع حاجات الاولانيين اللي احنا اتكلمنا عليهم، انجكتور كود، بريشر سنسور، تايمنج كاليبريشن، مونيتورنج ثروتل بوزيشن. برضو عندي هنا الستيتس ممكن هحتاجها، هحتاج الباسوردز، هحتاج لو احتجت سناب شوت ممكن، لكن هنا ابص الناحيه الثانيه، الدياجنوستيك دي هيبقى اكتر شغل عليها. ثلاث حاجات اللي هم الاكتف كود واللوكد كود والدياجنوستيك تيست والايفنتس تمام. برضو عندي هنا الاسم ريبليسمنت فايل، يعني الفليت كونفيجريشن فايل، الداتا لوك فايل، السناب شوت فايل، الريبورت. المجموعه بتاعت اللي هاخدها من الفايل دي مش هحتاجها قوي يعني، لان الا اذا كنت عايز اغير الاس ام، وده هيحصل معايا لو كان مش شغال، غير طول ما هو شغال خلاص انا مش هتعرض ليه. دي يا جماعه بعض الحاجات اللي احنا ازاي تقدر تستخدم الاي تي في اكتشاف بعض المشاكل اللي انت عايزها. هنا بقى اقدر اخد فروم فايل النقطه اللي احنا اتكلمنا عليها عشان اعمل ديسكونكت
او اضغط على F8 لو انت عايز يعني تستخدم كده. طيب عايز اجيب الاكتف كود اهو، صورة زي كده هجيب منها الاكتف كود. ده مثل بس ازاي تقدر تعمل الجزء بتاعنا اللي هو الاكتف كود. برضو هنا عايز اجيب الاكتف دياجنوستيك كود اهوت. هناك في الصورة دي انا بجيبها عن طريق التول بار اللي فوق، بخش على الدياجنوستيك ويظهر لي اف 3 واف 4، اقدر اختار اللي انا عايزه. طيب ممكن اجيبها بقى من الايقونة المباشرة، الاكتف دياجنوستيك كود اف 3، خلاص دي الاكتف، اروح ضاغط عليها على طول. اللي قبلها الستاتس، اللي بعدها اللوجد كود، وبعدين الايفنت كود، تمام، وبعدين الاس ام سمري. طيب يبقى كده قدرت احدد ازاي اجيب الاكتف كود وازاي اجيب اللوجد كود، تمام. بعد كده لو في عندك تعمل تيست المكنه مدخنه او في صوت في المكنه او بقدر ادخل واعرف عن طريق يا اما التول بار اللي فوق مباشر عن طريق الدياجنوستيك واعمل دياجنوستيك تيست، يا اما ادخل بقى اشوف الاكتف كود ايه اللي موجود عندي. هنشوف برضو ازاي تجيب اللوجد كود اهوت. عندي هنا ممكن تجيبها مباشر من الايقونه دي، او ممكن تخش على الدياجنوستيك وتختار اف كام 3. فانا هنا بقول ان في عندي هنا لوجد كود، انا راجل جاي من البيت وعايز اشوف ايه المشاكل اللي حصل في المكنه ولا مش موجود، فاروح داخل على الايقونه دي مباشر يديني ايه اللوجد كود. طيب ابص الاقي انا كنت بعمل التيست ده عند الساعه كام؟ 33. طيب حصل عندي عند الساعه 33 حصل عندي بيقول لي ان الانجكتور سولونويد انجكتور سولونويد بتاع رقم 7 اوبن سيركت. يبقى انجكتور سولونويد بتاع سلندر 7 اوبن. طب ده عمل كام مره؟ مرتين، اداني انديكيشن انه اوبن مرتين. في الساعه كام؟ قال لي من الساعه 33 للساعه 33، يعني في خلال الساعه اللي انا كنت بعمل تيست اداني انديكيشن مرتين ان هو عندي اوبن سيركت. ده اللوجد كود. اما الاكتف كود هو انا جيت اشغل المكنه والمكنه مش عايزه تشتغل، فبقول له ايه؟ خش هنا مباشر اكتف كود، يقول لي الانجكتور سولنايد 7 اوبن سيركت. خلاص دخلت على الايقونه دي فبيقول لي الانجكتور سولنايد 7 ده اوبن سيركت. ده ازاي اعرف الاكتف كود او اللوجد كود، ونفس الايقونات اللي اتكلمنا عليها تقدر من خلالها تجيب البارامترز اللي انت عايزها او التستات اللي انت عايز تعملها.